السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم ان شاء الله. اليوم كيفما ما كنت وعدتكم قلت لكم غادي نشوفوا بحال الطريفات ونديروا البنيتات بحال فقفيطنات صغار ولا بحالكم دي روب. اذا اليوم عندي هاد الطريفات ديال التوب بغيت نشاركهم معكم. بغيت ندير قفطان كلوش فيه لا ديكوب في الحزام. اذا بحال هاد الطريفات هادو كتلقاوهم زوينين عندنا هنا في كازا، كاينين بلايص اللي كيتباعوا فيهم طريفات ديال التويبات زوينين موبرا. بعض المرات كيكون صاري وكيكون بواحد الثمن رخيص، يعني الثمن ماشي غالي، ماشي الثمن ديالو، كيكونوا طريفات يعني تقدري ديري البنيه البيسه ولا شي حاجه كتطلع لك زوينه. اذا عندنا الموديل اللي غادي نديرو اليوم، غنديرو هذا الموديل هذا، يعني غادي يجي عايشه. اذا البنات هذا هو الموديل اللي غنخدم ديال البنيته، يعني هنا غيكونوا عندنا صفيفه عقيدات، هذا غادي يجي كلوش، يعني هذا غادي نفصلوه اون بي، اي تفصل اون بي يعني الصايه التحتانيه غنفصلها اون بي بحال على شكل فولار، على شكل مثلث غادي تفصل، كتهز لينا الثوب شويه ماشي بحال الا درتي ايفازي عاديه وبليمونش ديالها. يعني هذا هو الموديل اللي غادي نفصل، يعني هذه كتطلب لينا شويه الثوب على قفيطين ايفازي. اذا والقياسات ديال البنيسه اللي خديت هما هادو. اذا طول عندها 106، طول عندها 106، عندها طول الى الحزام عندها 34 زائد 2 سنتيم 32 زائد 2 سنتيم هي 34. طول ديالها من الطول حتى الحزام ديالها فين غنديروا لها الضمه، في الصدر عندها 60 قسمتها لي على 4 زائد 3 سنتيم غنخدم ليها ب 18 في الصدر ديالها. قلت لكم هنا الورك ما تنحتاجش ليه لان من تحت كتجي صايه كلوش. عندنا طولكم 35 زائد 2 سنتيم غنخدم ليها ب 37، يعني هادو هما القياسات اللي غادي نخدم بهم هاد القفيطين هذا. اذا دابا عطيتكم العبارات وعطيتكم الموديل اللي غادي نفصل، دابا غنوريكم الطريفات ديال التوب. انا لقيتهم لقيت هاد الطريفات ديال التوب لقيتهم وخديتهم صغار. هذا فيه جوج مترو في الطول، هانتوما 2 متر، وفيه مترو في العرض، مترو في العرض يعني ملي كنطوي على زوج هكذا كيجيني على شكل مربع. هاو هذا هو اللي غندير منه الصايه كلوش، يعني 2 متر كطويها والعرض عندي 1 متر. لقيت هذا غيجي لي صايه كلوش مزيان، يعني غادي نطويه هكذا على شكل فولار هكذا وغادي نفصل الصايه. غنوريكم الطريقه، ولكن غنفصل الامام والخلف هو الاول عاد باش نجي نصاوب لا جيب ديالي كلوش. اذا هاد الطريف هذا الشيء اللي لقيت فيه، وهاد الطريف هذا حتى هو لقيته، هانتوما هي هذا غنخدم منه القدام والخلف والكميمات. اذا دابا غنوريكم الطريقه كيفاش، يعني الطريقه كيفاش تاخذوا العبارات. انا عندي العبارات هذا اللي غادي نصاوب بنيته عندي عبارات ديالها، ولكن غنوريكم الطريقه كيفاش غادي تاخذوا العبارات على كنزه ان شاء الله. دابا غادي نبداو ناخذوا العبارات ديال قفطان كلوش بالنسبه لبنيته صغيره، يعني قفطان كلوش وفيه ديك لا ديكوب هنايا في الحزام. اذا العبارات اللي كناخذوا الطول ديال الامام، يعني الطول راكم عارفين كيفاش كتاخذوا الطول. هنا تشوفوا البلاصه السيده باغا البنيته ديالها، هذا الطول الكامل ديال القفطان، وعاد باش كتزيري ليها واحد شويه هنا تطلعي واحد شويه مثلا بحال كذا، حيت غادي نديروا المضمه، غنديروا ليها المضمه، غادي تطلعي واحد شويه بحال كذا تشوفي العبار اللي بغات السيده ديال الطول. عاد باش كناخذوا الطول ديال الامام، الطول ديال الامام يعني حتى هو كتشدي من هنا حتى البليصه ديال الحزام. مثلا لقينا هنا 100 في الطول، من هنا لهنا مثلا لقيت 35 او 34، يعني البليصه اللي غدير البنيسه المضمه هنايا. اذا الطول ديال الامام، عاد كناخذوا دوره الصدر، هاد القفطان كنبغيو فيه غير دوره الصدر، داكشي اللي عندك غادي تحطيه، العبار اللي لقينا غادي نحطوه لو تور دو بواطخين ديال البنيسه. عاد باش تنشوفوا الكتيفات ديالها، يعني غناخذوا ليها من هانتوما من العظم حتى العظم، هانتي من العظم حتى العظم، هذا هما الكتاف ديال كنزه. نفس البلاصه كتشدي السنتيم وكتسرحي البنيته، تكون مسرحه يدها، شوفي ترواكار بغات من هنايا بغاتكم طويل، كدير ليها العبار اللي هي باغا، يعني هنايا اختياري عندك نصكم ديري ترواكار ديري مونش طويله. اذا هادو هما العبارات اللي كناخذو بالنسبه للقفطان افيك لا ديكوب هنايا في الحزام، وكيكون كلوش من التحت، يعني غيجي بالسفيفه هنا عقيدات، هنا غيجي كلوش، وهنا غادي نبتو ليها شي وريضه يجي تخي سامبل. دابا غادي نفصل انا الخلف هو الاول، هانتوما عندي الطريف غنبدا نفصل الخلف هو الاول. اذا انا غادي نشوف حيت هذه عندي فيها لوسونس، غادي نحاول نخدم على هانتوما هذا الاتجاه،
يعني هنايا هنا عندي الكتاف، غادي نخدم هنا الخلف، غادي ندير الطول ديالي قلنا غادي نديرو 34، ها هو اللي عندي قاديتو، اذا غندير من هنا لهنا 34 في الطول ديال تلا ديكو. اذا غير باش تنتبهوا معايا لواحد القضيه، شي البنات هنا راه ما بقيتش رديت البال، كنقول لكم جيوا للوسط هنا وديروا الميلي ولا جي، حيت هذا الشيء اللي عندي في الثوب غنخدم به تقريبا، ما جانيش الوسط ولكن غادي يجي في لوضو، يعني ما عندي ما ندير حيت كنخدم غير داك الشيء اللي عندي ديال الثوب طريفات. اذا اشنو غنجي؟ غنجي غنشوف الكتاف، قبيله ما عطيتكمش العبار ديال الكتاف، عندي 17 في الكتاف، غندخل من هنا لهنا ب 17 سنتي. هذه ديال البنيته الصغيره، هاد المبره راه ما تشد فيها طباشير، هي درت 17. غنجي هنا غادي ندخل ب 6 سنتي، 6 سنتي غادي نهبط بواحد ونص، 1.50 واحد ونص. ايوا غادي ندير التقويره ديالي هي هذه، كنجي هنا للكتيف هنايا، هاد الكتف غنهبط بجوج سنتي ها هي، وغندي لالين ديالي. انا البنات دابا غنقطع باش يبان لكم، انا قطعت هاد البلاصه فين جات 17، اذا غير باش يبان لكم لان لاكخي ما تيبانش لينا مزيان. اذا هنايا هادي الهبطه ديالنا، هنا هبطنا بجوج سنتيم، اذا غادي نجي من هنايا جوج سنتيم، هنا غادي نخدم كيف ما كنديرو هنا 17، غندير هنا مربع ديالي 17، ها هو 17 عاد باش كنزيد عليه جوج سنتيم، جوج سنتيم باش ندير الخط ديال الصدر، باش ندير هاد التركيز ديالي وخط ديال الصدر. الصدر قلنا لقينا فيها لقينا 18 تقريبا، ما كيكونش عندنا واحد الفرق بين الكتاف وبين الصدر، يعني نقدر ندير هنا 18 اولا ندير هنا 19. اذا انا غادي نفضل ندير هاد البنيته 19 حيت درت غير زائد 3، انا دابا غندير زائد 4 بغيت نوسع عليها واحد شويه. اذا حنا درنا زائد 19 هنا، راه كيف ما قلنا كنمشيو بالمثلات، اسمحوا لي حيت هاد المبره ما تيشدش فيها لاكري، ما كيبانش لكم واضح. وكنجيو لهنايا لهاد البليصه المنتصف، هنا المنتصف، وكنديروا ديك التقويره ديالنا وكنمشيو بالتركيز. اذا حنا درنا التقويره ديالنا ديال التركيز، دابا هذا هو الطول اللي عندنا. اذا هنا عندنا درنا 19، هنا غادي ندير غير ان سنتري لها شويه، غادي ندخل ليها بواحد ونص، غندير ليها 17 ونص، ندخل ان سنتري لها شويه البليصه هذه. اذا وغادي نجي بحال هكذا، فوالا ما تيشدش لي هاد لاكري، هذا ما تيشدش، ولكن انا غنقطع نقطع باش يبان لكم. غندخل في لاطاي، دخلت درت 17 ونص، شوفوا معايا مزيان هنايا، حيت هنا غادي نطلع بالنسبه لينا حنا الكبار كنطلعوا بجوج سنتيم، غادي نجيو لهاد البلاصه هادي. هاد كنت بعض المرات هادي ملي كديري المضمه كيبقى هذا هابط، غنجي من هنا لهنايا غادي نطلع بجوج سنتيم، هانتوما غنطلع هنا بجوج، طلعي بجوج سنتيم وكتحاولي تجيبيها لهنايا الميليو ديال لولو، يعني هنا ما غنقصو والو، حنا غنمشيو بحال هكا، حيت بعض المرات ملي كتحزم البنيته ولا حتى بالنسبه لينا حنا كبار، هانتوما خصو يجي شويه هكذا مايل، ملي غيتخيط هذا مع الصايه كدير المضمه ما كتبقاش تبان لينا الخياطه هنا. اذا هنا فصلت دابا لودو، دابا غادي نفصل لكم الدوفون الامام. اذا الامام غادي نشدو الثوب، غنحاولو نقادو الثوب بحال هكذا حيت غادي يكون عندنا سفيفه وعقيدات، وكتحاولوا البنات كتحاولوا تجيبوا مثلا بحال هاد الزواقه نفس هاد العبار ديال هادي، خصو يجي عندنا هنا لتحت. ما قدرناش راه ما عندنا ما نديرو، حيت حنا دابا كنخدمو غير داكشي اللي شاطلينا ديال الثوب. اذا اشنو غادي ندير دابا؟ غادي نهز هذا، غادي نحطو هنا، غنخلي واحد سنتيم، تابعوا معايا مزيان، غنخلي ان سنتيمتر ديال الخياطه وديال السفيفه هادي، وغنشوفو لوسونس، هو غادي في نفس لوسونس. إذا ما خدمو بحال هكذا، غادي نقطعو عليه البنات، نقطعو عليه، غنخليو هاد لاليزيغ هادي، غنقصو منها شوية، غنحيدوها بالسورجي. إذا ها حنايا قطعنا على داك لودو اللي عندنا،
واحدنا طالع. اذن غنحيدو لودو وغادي نخدمو الدوفون. اذن هنا درت له 6 سنتيم، هنا غنزيد عليه واحد 2 سنتيم غندير 8، يعني ندير 6 وزائد ديك 1.5، اذا تقريبا غنهبط في المجموع غنهبط ليها ب 8 سنتيم. وانا ديما كنقول لكم بنيات الصغار كنديروا لهم السلسله من هنايا، ديما السلسله باش ما يجيناش الطوق واسع. اذا ها انتم هيا درت لها كولون، وكنجيب لهاد البلايصه هادي هنا شويه كندخلوا ليها بشي 1 سنتيم، سمحوا لي راه ما كيبانش الطباشير. كنجيو كندخلوا ليها شويه هكذا، نحفروا ليها واحد شويه وكنخرجوا هي. وهنا البنات هنا كتحاولوا تزيدوا 1 سنتيم، هنا كتهبطوا به 1 سنتيم، ولكن كتهبطوا به غير في الكتف، وكنمشيو به ها انتم الكل زيرو، ما كنديروا حتى شي حاجه. اذا ها هو الدوفون، ها هو لودو، غنخلو الكميمه حتى الاخر عاد باش نفسرهم. اذا دابا غادي نمشيو غنمشيو للصايه. انتوما شفتوا هذا هو اللي قلت لكم، جميترو على جميترو على على مترو عرض وجوج مترو طول، طويتو على شكل فولار. عاد باش طويتو هكذا ها انتوما طويتو هكذا، هذا كنسمى اونبي، طويناه على شكل مثلث. ها هو اذا هنايا عندنا مفتوح مسدود، وهنا عندنا مسدود. اذا كنتي مثلا بغيتي تخدمي هذا بالعقاد هابطين من هنا والسيفه غتخدمي من هاد الجهه. انا السيده مولات هاد القفيطين هذا بغاتو مسدود من هنايا، بغاتو مسدود من هاد البلاصه هادي، ما بغات لا السيفه لا شي حاجه، بغاتو على شكل غوب. الفوق اللي عندي السيفه، اذا اشنو درت؟ هانا طويتها البنات هذيك جميترو على زوج، عطاتني مترو طول ومترو عرض منين طويت. اذا غادي ناخذ هاد الدوفون ديالي. هو كاينه واحد الطريقه حسابيه، عمليه حسابيه، كنديروا هاد لوتور ديال لاطاي مقسوم باش كنلقاو هاد الدوره هادي. انا ما غاديش ندير ديك الطريقه، غندير لكم واحد الطريقه مختصره وكتخرجني، يعني هي راه عندها طريقه ديالها مدروسه. كنديروا لوتور دو طاي وكنقسموه باش كنلقاو هاد لوتور هذا. انا ما غاديش ندير ديك الطريقه، غندير لكم طريقه مختصره وكتخرج ديك القسمه مزيان. هو هذا، اذا غندير لكم الطريقه هي هادي. كتاخذوا هاد الدوفون ديالكم، ها هو شو هاد الدوفون، ها هو ناخذوا هاد الدوفون كتجيبيه كتحطيه هنايا، كتخرجي هاد السنتيم هذا اللي غتخدمي به هنا، وكتحاولي هاد الشيء اللي عندك هنا تحاولي تجيبيه في هاد الدوره هادي. اذا بحال هكذا شوفي العبار، عندك 25، انا عندي تقريبا شي 19، تحاولي تجيبيها في هاد الدوره هادي. منين كتجيبيها في هاد الدوره هادي كتحاولي باش مثلا كتشدي هاد العبار اللي كيكون عندك من هنا لهنا، انا تقريبا عندي 22 هبطت 22، كتحاولي تجيبيها في 22، يعني جيت من هنا درنا هنايا لقينا 19، بقيت حتى قاديت العبار ديالي ديال لو تور دو طاي ديال دوفون، لقيت هنا 19.5، عاد نجي لهنا نشوف، هنا لقيت 22، هنا ما لقيتش 22، لقيت كثر تقريبا لقيت 24، انا غادي نمشي بها 22، غنقول لكم علاش غنمشي بها 22، وتبقاي غادا وكدوري بها 22، 22، كيجينا هذا على شكل مثلث متساوي، هاد الضلعين هادو متساويين، هاد جوج أضلاع ديالو متساويين، أنا غنجيبها بحال هكا، علاش؟ لان غتقولوا لي هذا غادي يصغر على العاده، لا ما غاديش يصغر. ملي غنقطعوا، ملي كتقطعي دائما اي حاجه دائريه، منين غنقطع يلا غيجيني قد هذا، يلا غيجيني قد هذا، ملي غنقطعوا يلا غادي يجيني قد. اذا فهمتوني شنو قلت لكم، كنحطوا هذا تنجيبوا العبار من هنا، من بعد تنحيدوا كنشوف العبار اللي عندي من هنا لهنا، كنبقى غاده وكندور به كيصدق طالع، يعني ها هو الخط الاول اللي خديت، ها هو الخط الثاني من درت 22، غادي نقطع من هنا. اول حاجه غنقطع باش يبان لكم هذه، انا ماشي كاين اللي كيحسبها بحال طريقه عشوائيه، ولكن دغيا كتفصلي بها سهله، دغيا كتفصلي بها. اذا هاني درت الدوره ديالي، منين غنحط هاد الدوفون ديالي، ها هو هانتوما هانتوما الشكل غادي يجي. اذا غنعطيكم واحد القياس قبيله، درنا العبار غادي ندير الطول اللي لقيت للبنيته 106 ناقص 34، ها هي 106 ناقص 34، يعني 106 طول القفطان ناقص 34 غتعطيني طول الصايه، يعني غتعطيني خص تبقى عندي 72 في طول الصايه بالزياده وكلشي. شنو غندير؟ غناخذ انا من هنايا بالزياده ديالي وبالخياطه وبكلشي 72، غادي تجيو 72، ها هي 72، 72 البنات، ها هي نبقى غاده بحال هكذا
ديال 72 سمحوا لي راه ما كيبانش، عارفه بان المبرر ما كيبغيش يبان لينا فيها هي 72. اذا هكذا بهذه الطريقه هذه انا غنقطع دابا الصايه ديالي فلوش. هاد الطريقه راه كدار حتى دوك العبايات ودوك اللباس التركيين، يعني راه كنخدموا بهذه الطريقه الصايه فلوش. وهاد البلاصه الناس غادي نحلها، هاد البلاصه غادي نحلها حيت مسدوده، انا بغيت نحلها، بغيت باش المراه باغا باش يدوز ليها من تمايا تراسي. اذا هنا غادي نحل الصايه ونحطها لكم باش تشوفوها. نتوما شوفوا معايا هاي الصايه كيف كتجي. اذا دابا غادي نحط هاي الصايه ديالي، هاي الصايه وها هو الدوفون بحال هكذا، هكذا تكون. اذا دابا بقاو لينا الكميمات، انا غندير لكم لي السياج ديالو هانتومايا. اذا ها هو القفطان كيف غادي يجي، غيدوز السفيفه والعقاد من هنا، وهنا راه غنديروا ليه المضيمه ديالو، اما نديروا المضيمه بالثوب اولا غادي نديروا المضيمه ناخذوها ديال الصم لاننا غنخدم ليها بالصم. وهنا راه غادي نديروا شي نبات ولا شي طريزه غادي يجي هنا في الدوفو. اذا دابا غادي نمشيو للكميمات، غنمشيو لامونش. لامونش انا شيط كنبقى ليا هذا الطريف، ديما كنمشي على لوسونس ديال الثوب لانكم راك عارفين هذا الثوب، هذا الثوب خصنا نمشيو ليه باللوسونس ديالو. اذا ها هو لوسونس. اذا اشنو غندير، غناخذ كم من هنا وناخذ كم من الجهه الاخرى حيت ما يمكنش ليا هذا غادي نطوي بحال هكذا. علاش؟ حيت عنده اتجاه مبره كتكون ديما لوسونس ديالها. اذا عندي طول الكم، قلنا طول الكم عندنا 37 35 زائد 2 عندنا 37 بالخياطه وبكلشي. اذا غنقطع 37، ها هي فين جاتني 37، غنقطعها. انا نوريكم المورشنيت ديال البيضه الصغار باش كتحصل، هانتوما انتبهوا معايا شنو درت. ها هو لوسونس، ها هو لوسونس ديال الثوب، غنهزو غادي نحطو فوق من هادي، هانتوما معايا حتى هي غاديه في نفس الاتجاه. اذا هنا غادي نقطع عاوتاني، يعني ما جيتش طويت على ربعه، كون كان عندي غير ثوب عادي غنجي نطوي على ربعه. اذا ها هو معنا عندنا جوج ديال ها المونش الاولى ها المونش الثانيه، ولوسونس ديال الثوب ها هو. شوفوا هنايا ملي كندير الثوب بحال هكذا ملي كندير بحال هكذا، يعني منين غادي ندير، منين غندير راس الكم، راس الكم غنديرو من هنا وهنا، راس الكم غنديرو من هنا والتركيز غادي يجي من هنايا. اذا عندنا دوفون قبيله، هانتوما هي الدوفون، غادي نشوف البنيته هاد الدوفون شحال عندها فيه، هاهي تقريبا عندها 21، غنقص منه واحد 2 سنتيمتر، 2 سنتيم، 21 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 19، هاهي 19، وعندنا طول الكم، طول الكم عندها، طول الكم عندها 37. القاعده 37 مقسوم على 5، 37 مقسوم على 5، القاعده 37 كنقسموها على 5 كتعطينا بشحال غندخلو هنايا. اذا حنا دخلنا ب 6 سنتيم، يعني نقدر نمشي ليها البنات حتى 7 سنتيم. انا بعض المرات كنزيد 2 سنتيم على ديك القاعده. اذا ها نتومايا، اذا درت الطول، درت 19، 19 لقيتها الدوره ديال دوفون، 21 ناقص 2 درت من هنا لنا 19 ودخلت هنا بستة، ونقدر نمشي حتى 7 سنتيم. انا درت لها غير 6 لان البنيه شويه غليظه، درت لها غير 6. اذا ها نتومايا هنا راه كتبقى نفس القاعده، انا قسمت ليها على 3، على 3 غنخرج بواحد وغادي ندخل بواحد، وغادي ندي التقويره ديالي ديال الكم. وهنايا هاد البليصه هادي راه ماماها قالت لي ديري ليها 12 سنتيم، ها هي 12 سنتيم فراس الكم صافي. وكنحاول ندي بالبيروكي ديالي شويه باش نجيها شويه سانتخي. هانتوما هي
النار كتكون عندنا واحد سنتيم هنا خصها تجي مقاده. اذا هنايا نقاد واحد شويه الماء ها هما الكميمات ديالنا. حنا غندير واحد لي صياج هانت يجي هنا قد الكم. مازال البنيه راه غندير لها لي صياج الا مازال ماما ها باغا باش تزير ليها لكم نزيد نزير، ولكن نزير من الاول لا ما كنزيرش من الاول. اذا هذا هو القفطان كلوش ديالنا ديال البنيته الصغيره. هادو لي مونش، هذا الدوفون، ها هو الدوفون. اذا وهذا لودو كميمات، وهذه لا جيب ديالنا كلوش لا غادي ندير لها غير البورداج من التحت، ما غادوز ليها لا سفيفه لا كابلي لا حتى شي حاجه. اذا هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، ونتمنى من الله يعجبكم وتحاولوا تطبقوا اللي عند البنات الصغار، يعني تحاول تطبقوا، والمرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ان شاء الله باش يوصل.